أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب اكتساب اللغة. في هذا الفيديو يا عزيزي الطالب سوف أقوم بوصف الوحدة الثالثة والتي بعنوان كان يا مكان، والتي تتناول فن من الفنون الأدبية وهو فن القصة. وفي نهاية هذه الوحدة عزيزي الطالب سوف تقوم بكتابة قصة قصيرة. فن القصة يا عزيزي الطالب، القصة هي مجموعة من الأحداث يرويها الكاتب، وقد تتناول حادثة واحدة أو عدة حوادث تتعلق بشخصيات إنسانية مختلفة. تتباين أساليب عيشها وتصرفها في الحياة على غرار ما تتباين في الواقع، ويكون نصيبها متفاوتا من حيث التأثر والتأثير. وللقصة عناصر عدة: الحدث، الشخوص، وتقسم الشخصيات إلى شخصيات رئيسية وشخصيات ثانوية، والزمان والمكان، والبيئة أي المقصود بها أيضا عزيز الطالب المكان، والعقدة والحل والسرد. وللقصة أيضا يا عزيز الطالب أنواع عدة: الرواية، وهي أكثر أنواع القصصية، وهي تجربة إنسانية يصور فيها الروائي الجوانب النفسية والإنسانية والاجتماعية في بيئة ما خلال حقبة زمنية، وفيها يتسع المجال أمام الكاتب ليتحرك بالأحداث كيف يشاء ويذكر جميع التفاصيل والجزئيات. القصة، وهي مجموعة من الأحداث يرويها الكاتب ويصور فيها قطاعاً من الحياة، معتمداً على موقف واحد أو حادثة واحدة أو بضع حوادث. الأقصوصة، القصة القصيرة، وهي قصة قصيرة تعالج جانباً واحداً من الحياة. أبدأ عزيزي الطالب بذكر الأهداف لهذه الوحدة. وصف محتوى الوحدة وشرح أهداف التقييم والمفاهيم الرئيسة بالوحدة والحديث عن مشروع الوحدة. محتوى الوحدة: تتناول هذه الوحدة فناً من الفنون الأدبية وهو فن القصة، إذ أننا سنغطي كتيب من الألف إلى الياء بما يحويه من نصوص حول فن القصة، وسنتعرف إلى فن القصة وأسس كتابتها، ثم سنتناول نصوص منها قصة حمار صغير لكنه ذكي، وفكرة سلحفاة، وحديقة نهر، وبائعة الحلوى، وسر النجاح. كما سنتناول مجموعة من القضايا اللغوية: الفعل الماضي، المضارع، الأمر، وأسلوب الأمر والنهي. وستطبق ما تعلمته في كتاباتك التعبيرية وأبحاثك والمشاريع التي ستقدم. أيضا عزيزي الطالب، في هذه الوحدة سوف نتطرق إلى المفاهيم الرئيسة والمفاهيم ذات الصلة وجملة الاستقصاء، وأيضا سنقوم بتطبيق المفهوم الرئيسي وذات الصلة والمهارات داخل الحصص الصفية كما هو أمامك عزيزي الطالب، موضحا المفهوم الرئيسي ومفهوم ذات الصلة وجملة البحث. أهداف التقييم يا عزيزي الطالب: الاستماع، القراءة، التحدث، والكتابة. الاستماع، حيث أنك سوف تستمع إلى نص قصصي ثم ستتناول الإجابة عن العديد من الأسئلة التابعة إلى هذا النص. القراءة، ستقوم بقراءة العديد من النصوص القصصية الواردة في كتيب من الألف إلى الياء. والتحدث، سوف تتحدث عن عناصر القصة الواردة في قصة ما قرأتها سواء في المكتبة أو داخل الغرفة الصفية. الكتابة، ستقوم عزيزي الطالب بكتابة قصة قصيرة تؤلفها محددا عناصر القصة فيها وتتحدث حول هذه العناصر. مهارات التعلم: التفكير الإبداعي. أما بالنسبة إلى التكامل مع المواد الأخرى، الدراما من خلال العروض الشفهية التي يمكن أن تقدم حول قصة معينة. سيتم التكامل أيضا مع مادة التربية الفنية من خلال رسم أشكال ورسومات تعبر عن أفكار القصة، والتكامل مع الرياضيات من خلال القيام بدراسة وتقديم إحصائيات حول الموضوع المطروح. مشروع الوحدة يا عزيزي الطالب، سوف تقوم بكتابة قصة قصيرة إبداعية ضمن معيار الكتابة. الربط بالواقع من خلال ما يكتسبه الطالب من مهارات خلال الوحدة، مثل التعبير عن الأفكار والمعتقدات وما يدور في خلجات النفس. الربط مع رؤية ورسالة المدرسة:
السمات القيادية. يكتسب الطالب السمات القيادية من خلال استراتيجيات تدريس الوحدة مثل قيادة العمل الجماعي، توزيع الأدوار بين أفراد المجموعة، التحدث نيابة عن المجموعة، مما يعزز ثقته بنفسه ويؤهله لقيادة مستقبلية حتى يصبح مجازفا ومتوازنا ومهتما، علاوة على ما يطبعه مشروع الوحدة من سمات القيادة في نفس الطالب. الأنشطة اللامنهجية. يعد تطبيق مشروع الوحدة نشاطا لامنهجيا يدعم المجتمع ويرتبط بقيم الوحدة. هنا عزيزي الطالب أعرض لك بعض المصادر التي سوف تحتاجها في هذه الوحدة كمصدر موضوع ومصدر اليوتيوب ومصدر كاهوت ومصدر وورد وول والعديد أيضا من المصادر التي سوف تجدها في صفحة الوحدة على المنصة الإلكترونية. وعزيزي الطالب بعد الانتهاء من دراسة الوحدة أجب عن الأسئلة الآتية: ما هي الصعوبات التي واجهتها أثناء استكمال مهام التقييم النهائي؟ أي المهارات بحاجة للمزيد من الممارسة؟ ما هي نتائج التعلم في هذه الوحدة؟ وما الذي كان مثيراً للدهشة فيما درسته؟ وما الذي ستفعله بشكل مختلف المرة القادمة؟ عزيزي الطالب، سوف أقوم بقراءة نص من النصوص الموجودة في الكتيب استعداداً لهذا النص وباقي النصوص أيضاً القصصية، وهو نص فكرة السلحفاة. في صباح يوم من الأيام خرجت السلحفاة مسرعة من البيت خوفاً من أن تصل كعادتها متأخرة إلى المدرسة، فمشت عبر الحقول والبساتين غير مكترثة لأطايب الأعشاب، وبين الخطوة والخطوة كانت تلقي نظرة إلى ساعتها فتدرك أن الوقت بات قصيراً والمدرسة لا تزال بعيدة. وبعد دقائق من القلق وصلت السلحفاة إلى المدرسة وهي تنهث من شدة التعب. وعندما دخلت إلى الصف كان الدرس قد بدأ، فنظر الجميع إليها مبتسمين مستغربين، فشعرت بالحزن والخجل. في طريق عودتها إلى البيت مساء فكرت السلحفاة كيف يمكنها أن تصل إلى المدرسة في الوقت المحدد. في صباح اليوم التالي ربطت السلحفاة نفسها بعدد من البالونات وحاولت الطيران لكنها لم تنجح في ذلك، فعادت وأكملت طريقها مشيا، وكعادتها وصلت متأخرة فازداد حزنها وخجلها. في المساء عادت إلى البيت حزينة وهي تفكر في طريقة جديدة لكسب الوقت. وفي صباح اليوم الثالث نهضت السلحفاة مسرورة فانتعلت حذاء التزلج وانطلقت، لكنها تعثرت وكعادتها وصلت إلى المدرسة متأخرة فدخلت من دون أن ترفع عينها إلى رفاقها، فحزنت أشد الحزن، وبدلا من أن تصغي إلى الدرس راحت تفكر في حل لمشكلتها. وأخيرا صرخت: وجدتها، نعم سوف أستيقظ مبكرة ساعة كل يوم. إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت من وصف الوحدة الثالثة والتي بعنوان كان يا مكان، وقمت بعرض نص من النصوص الكتيب من الألف إلى الياء بالإضافة إلى القواعد النحوية والإملائية التي سوف تتطرق إليها عزيزي الطالب في هذه الوحدة. وللتذكير هي الفعل الماضي، المضارع، الأمر وأسلوب الأمر والنهي. وأيضا عزيزي الطالب سوف تقوم بالعديد من الأنشطة داخل الغرف الصفية التي تدعم هذه القواعد النحوية والإملائية، بالإضافة أنك ستطبق ما تعلمته من القواعد الإملائية من خلال كتابة فقرة إملاء تمليها عليك المعلمة كل أسبوع في هذه الوحدة، حيث سنقررها كل يوم اثنين بإذن الله. سيكون هو يوم اختبار إملاء للقواعد الإملائية التي تم التطرق إليها سابقا وفي هذه الوحدة أيضا، بالإضافة عزيزي الطالب إلى مهارة القراءة سوف تقوم أيضا بقراءة العديد من القصص التي تدعم هذه الوحدة، وهو فن القصة من خلال استخدام منصة اقرأ بالعربية. سوف تقرأ العديد من هذه القصص.
إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت. شاكرة لكم حسن استماعكم وإلى اللقاء أحبائي.